العلاقات الثنائية والعدوان على غزة أبرز محاور المباحثات الهاتفية بين الرئيس السيسي والمستشار الموسوي وسط تحذيرات من مخاطر توسيع نطاق الصراع بالمنطقة. قوات الاحتلال تعلن بدء عملية عسكرية في مخيم النصيرات بوسط غزة، ومنظمة أممية تؤكد تعرض مركباتها للإصابة أثناء دخولها شمال القطاع. بمناسبة عيد الفطر المبارك، الإفراج عن أكثر من 3000 نزيل بمراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذا للقرار الجمهوري. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف التصعيد العسكري في القطاع وحماية أهالي غزة من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها. وخلال اتصال هاتفي تلقاه من المستشار النمساوي كارل نهمار، حذر الرئيس السيسي من الخطورة البالغة لاستمرار التصعيد وتوسع نطاقه بما يهدد أمن واستقرار المنطقة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن المستشار النمساوي حرص في مستهل الاتصال على تهنئة الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وهو ما ثمنه الرئيس مؤكدا عمق العلاقات وامتداد الصداقة بين مصر والنمسا. هذا وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. كما تطرق الاتصال إلى الأوضاع الإقليمية، حيث تم استعراض الجهود المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية. تواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. وفي هذا الإطار تواصل السلطات فتح معبر رفح منذ بدء العدوان على غزة وعدم إغلاقه من الجانب المصري. وفي إطار التخفيف عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، كانت مصر قد رفعت عدد شاحنات المساعدات لقطاع غزة إلى أكثر من 300 يوميا عبر معبر رفح بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. مواد غذائية ومستلزمات طبية، غاز وسولار ومواد بترولية تحمل داخل هذه الشاحنات لتعبر بوابة رفح المصرية، مسار لم يتوقف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. حتى في أول أيام عيد الفطر استمرت الحركة، أعداد الشاحنات تتحرك بالمئات يوميا حتى وصلت ل300 شاحنة كحد أدنى يوميا بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعداد تزداد ساعة بعد ساعة، بالإضافة لخروج عشرات المصابين من الأشقاء الفلسطينيين ليتلقوا العلاج بالمستشفيات المصرية. كانت حمولة الشاحنات قد قاربت على 20,000 طن من المواد الطبية و20 آخرين من المواد الغذائية، فضلا عن 10,000 طن من الوقود، ضمن المجهودات التي لا تتوقف من القيادة المصرية للتخفيف عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل أن تنفذ بسرعة التزاماتها بشأن اتخاذ خطوات عاجلة لتسهيل دخول المساعدة الإنسانية إلى غزة ومنع الاشتباك، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على هذه الالتزامات مع مرور الوقت. جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، ورحب بلينكن بإعلان إسرائيل عن خطوات عاجلة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتحسين تنسيق المساعدات الإنسانية، محذرا من ضرورة عدم تكرار حوادث مثل الهجمات على عمال منظمة المطبخ المركزي العالمي. أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أنه يتعين على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تحترم القانون الدولي في قطاع غزة. وخلال زيارته لروما شدد ميشيل على ضرورة البدء بوقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وطلب رئيس المجلس الأوروبي الولايات المتحدة والدول الفاعلة بالدعوة إلى وقف إطلاق النار الفوري في القطاع. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي البدء بعملية عسكرية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث شنت ما لا يقل عن 30 غارة في محيط المخيم. وفي غضون ذلك أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة تعرض سيارة تابعة لها للإصابة بذخيرة حية خلال انتظارها الدخول إلى شمال القطاع. مع بداية اليوم 88 بعد المئة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لم يطرأ جديد على الأوضاع الميدانية، إذ واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق مختلفة من القطاع ومن بينها مخيم النصيرات، وذلك بالتزامن مع اشتباكات ضارية بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. قصف طائرات الاحتلال النصيرات جاء عقب تنفيذ عمليات قصف ليلي على عدة مناطق في وسط وجنوب القطاع. وفي استمرار لنهج إسرائيل القائم على انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني والقرارات الأممية، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف تعرض سيارة تابعة لها للإصابة بذخيرة حية خلال انتظارها الدخول إلى شمال قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل. الحادث الأخير يأتي في ظل تحذيرات من المنظمات العاملة في غزة من استهداف موظفيها ودعوات لإسرائيل لحمايتهم، تفاديا لتكرار حادث مقتل 7 من منظمة المطبخ المركزي العالمي في غارة إسرائيلية مطلع أبريل الجاري وسط القطاع، رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي. ورغم التحذيرات الدولية، لوحت إسرائيل مجددا باجتياح مدينة رفح الفلسطينية، حيث أكد الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بني غانتس أن الجيش الإسرائيلي سيدخل مدينة رفح، مشيرا إلى أن القتال مستمر في القطاع بدرجات تختلف وفقا للضرورة والاحتياج. يأتي ذلك فيما ينتظر العالم تطورات جديدة بشأن مفاوضات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإلى تبادل الأسرى والمحتجزين، في ظل رفض إسرائيل بعض المطالب الرئيسية لحركة حماس، ومنها وقف إطلاق النار بشكل دائم وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أنحاء القطاع وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم. أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 33,545 شهيداً و 76,094 مصاباً منذ 7 أكتوبر الماضي. وفي بيانها اليومي أشارت السلطات الصحية في غزة إلى وصول 63 شهيداً و 45 مصاباً إلى المستشفيات نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات 24 الماضية. وصل أهالي قطاع غزة التوافد على أسواق مدينة رفح الفلسطينية للحصول على المستلزمات للاحتفال بعيد الفطر. يأتي ذلك على الرغم من استمرار عمليات القصف الإسرائيلي لمختلف مناطق قطاع غزة. رغم التحديات والصعوبات التي يواجهها قطاع غزة لأكثر من 6 أشهر، أصر الأهالي على الاحتفال بعيد الفطر المبارك على طريقتهم، فعلى أمل استعادة لمحة من حياة اختلفت ملامحها تماما هذا العام لأهالي غزة، تلونت أكوام الدمار بفساتين الفتيات، ورائحة صواني الكعك التي خبزتها النازحات غمرت المخيمات.
كما توافد النازحون في القطاع على أسواق مدينة رفح لشراء مستلزمات العيد لاستقبال عيد الفطر، ولكن في ظل محاولة الأهالي في إدخال بصيص من الفرحة على قلوب أبنائهم الناجين من القصف المتواصل والدمار المستمر، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي قتل تلك الفرحة بمواصلة أعماله الإجرامية والعسكرية من صبيحة يوم العيد من خلال تحليق طائراته الحربية في أجواء قطاع غزة. تلك الطائرات التي تستمر في القصف بشكل متواصل على قطاع غزة، مما يهدد بسقوط مزيد من الضحايا الذين تخطى عددهم 100,000 شهيد وجريح، وذلك بحسب السلطات في قطاع غزة. ما زال في غزة أمل بصمود الأهالي رغم آلام الحرب، فهنا لا شيء يمنع الحياة رغم الجوع والإبادة الجماعية الإسرائيلية، ومهما تمادى العدوان في القتل والدم فإرادة الحياة في غزة تنتصر. أعلنت وزارة الداخلية إفراج قطاع الحماية المجتمعية عن 3438 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ويأتي ذلك تنفيذا للقرار الجمهوري بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة عيد الفطر المبارك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ارتفعت تكبيرات العيد داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، فقد حرصت وزارة الداخلية على إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بالتزامن مع إقامتها خارج هذه المراكز كأحد أهم أدوات المنظومة العقابية الحديثة، والتي تركز في أحد محاورها على إقامة الشعائر وإحياء المناسبات الدينية تأكيداً على معايير حقوق الإنسان. وقد شهدت صلاة العيد حضور قيادات قطاع الحماية المجتمعية وعدداً من شيوخ الأزهر، كما قدم رجال الدين المسيحي التهنئة للنزلاء بمناسبة عيد الفطر. من حسن الطالع في ذلك اليوم أننا بعد انتهاء شعيرة العيد وجدنا عيداً آخر من السرور والبهجة أيضاً بتشريف إخواننا الأقباط شركاؤنا في النسيج الوطني. فإحنا في نسيج واحد، في وطن واحد، بروح واحدة، بسماء واحدة، برب واحد، فدايماً بنقدم لبعض كل حب وكل ود من خلال الأعياد. امتزجت فرحة النزلاء بالعيد مع فرحة المفرج عنهم، فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم 104 لعام 2024 في شأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. أول ما سمعت الخبر طبعاً فرحة جميلة، وأصحابي وناسي، وأنا فرحانة أن بروح لعيلي بالسلامة، ونشكر سيدنا الرئيس على المعاملة كمان اللي هنا جميلة جداً. من كتر فرحة أنا ما كنتش مصدق نفسي، والله بجد ما كنتش مصدق نفسي خالص ان انا طالع. بشكر سياده الرئيس على العفو اللي هو عمله لنا، اللي خلينا نقضي العيد وسط اهالينا ونفرح معاهم باذن الله. انا فرحانه جدا النهارده ان انا طالعه في وسط عيالي واهلي. 3438 تم الافراج عنهم بهذه المناسبه، والذين انطبقت عليهم شروط العفو بعد فحص اللجان المشكله من قطاع الحمايه المجتمعيه لملفاتهم، وبعد ان تم تاهيلهم واصلاحهم وفقاً لأحدث نظم الإصلاح والتأهيل التي تحرص وزارة الداخلية على تنفيذها داخل هذه المراكز مع مراعاة الأبعاد الإنسانية في السياسة العقابية. تعلمنا أهم حاجة الأول الصبر والصلاة والصيام. مبسوط طبعاً بالعفو اللي جالنا دوت، ومبسوط أن أروح لأهلي. وقام قطاع الحماية المجتمعية بتوزيع كحك العيد على النزلاء، وهو من إنتاج نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. اللي اتبنى كان حلم ويتحقق مع معنى الحياة، وفتح لنا طريق نجاة. خطوات جديدة يخطوها المفرج عنهم لبداية حياة جديدة، حيث كان في استقبالهم ذويهم خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بفرحة كبيرة، وأشادوا بقرار العفو الرئاسي الذي أعاد إليهم أبناءهم إلى أحضانهم، كما أشادوا بتغيير سلوكياتهم وملامسوه من استعداد لديهم لبداية حياتهم الجديدة. أقدر على الحمل التقيل وهرد للبلد الجميل. مبسوطة جدا 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 إن ابني في حضني.
الحمد لله وبشكر ربنا وبشكر الست رئيسة مطلعة لابني بالسلامة. حسيت ان ابني اتغير للاحسن وطالع من هنا معاه مهنة وطالع من هنا معاه صنعة يشتغل بيها في الملكية ويبقى راجل كويس ويقدر يعيش ويقود حياته. بشرى سعادتنا النهارده انه ابني طالع في ليلة عيد والحمد لله يعني. وبنشكر سيادة الرئيس في العفو اللي عمله ومشكورا جدا 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 وكل سنة هو طيب. التوسع بالإفراج بالعفو الرئاسي هو أحد أهم أدوات السياسة العقابية الحديثة، وهو فرصة للمفرج عنهم للبداية من جديد. الإفراج بالعفو الرئاسي عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ممن تنطبق عليهم شروط العفو هي فرصة لهؤلاء النزلاء لبداية حياة جديدة معتمدين على ما تعلموه داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تطبق أعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان وفي البرامج التأهيلية المختلفة. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. هذا وانطلاقا من الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية، شاركت الوزارة المواطنين الاحتفال بعيد الفطر المبارك من خلال توزيع الورود والهدايا عليهم بالشوارع والميادين المختلفة على مستوى الجمهورية. ربنا يخلينا الرئيس بتاعنا وعلى الشرطة بتاعتنا اللي هي بتحمينا. تحيا مصر، تحيا مصر. انت الاهم والتحدي ابتدي لك يوم جديد نهار جديد يكون امان وخير عليك وتكون سعيد دايما حياتي. الشرطه والله حاجه جميله جدا، الدنيا في تطور ومن تطور لتطور، الامن والامان مستفيد. شرطه وشعب جنب بعض صف واحد، يوم ما تحتاج حد الف ايد يساعد، والمهم والاهم احنا قد المسؤوليه. كل سنه والشرطه المصريه بخير ومصر بخير وكل المصريين في سلامه. كل سنه وانت طيب يا ريس وربنا يخليك لينا يا رب. كله تحت السيطرة، خط زي المسطرة، اطمني يا مصري. لقينا وزارة الداخلية والضباط جم كلمونا ادولنا ورود، احنا كنا مبسوطين جدا جدا جدا. طبعا جهاز الشرطة يعني عامل أداء مشرف في البلد، وكل سنة وهم كلهم طيبين وبخير يا رب. مهما كان أو إيه جرى بالأمان منورة، مستعد إني أحرس في الليالي. كل مصري مننا أمن وغاني عندنا، وابني وابني كله هيكمل مكاني. انت الأهم والتحدي أبتدي لك يوم جديد نهار جديد. كل سنة وانتم طيبين والشعب المصري كله بخير وسلامة، وبشكر الضباط اللي ادونا الهدايا الحلوة دي. نهار جديد يكون أمان وبخير عليك وتكون سعيد دايما حياتي ومبدئي تضحية أبطال ناشدة. كل سنة وانتم طيبين للشرطة المصرية. شرطة وشعب جنب بعض صف واحد، يوم ما تحتاج حد ألف إيد يساعد. إحنا بننام وانتم صاحيين، وانتم صاحيين سهرين علشان. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. نهار جديد يكون أمان وبخير عليك وتكون سعيد دايما حياتي ومبدئي تضحية أبطال ناشدة. عشان أمانك أنت أبدي روحي ليك وللبلاد. تواصل حديقة أم كلثوم استقبال المواطنين للتمتع بأجواء الاحتفال بثاني أيام عيد الفطر المبارك، وتتميز الحديقة بإطلالة ساحرة على نهر النيل والمساحات الخضراء والتي تجعلها مقصدا فريدا للمواطنين، فضلا عن المناطق الترفيهية التي يقصدها الأطفال. على ضفاف نهر النيل الخالد حيث حديقة أم كلثوم، توافد المواطنون منذ الصباح الباكر احتفالا بثاني أيام عيد الفطر المبارك. الحديقة تتميز بإطلالة ساحرة على نهر النيل وبمساحات خضراء متميزة، فضلا عن وجود ألعاب ترفيهية يحرص الجميع على الاستمتاع بها. النهاردة في حديقة أم كلثوم الأزهار جميلة والمكان جميل وفيها ملاهي، وكل سنة وانتم طيبين. الحديقة ما شاء الله ممتازة، وكلنا هنا مبسوطين، الأولاد بتلعب هنا في الألعاب، جميلة جدا جدا جدا. الجنينة نظيفة والكافيتريات هنا رخيصة وحلوة. كان جميل جدا،
وجو حلو جدا، وطلعت عشان خاطر اطلع الاولاد وكده. بحب الجنينه دي قوي، وجيتها هنا مع مامتي وبابايا واخواتي، وبحبها عشان فيها هنا مميزات كتير قوي، فيها ملاهي اطفال. مرحبا بكم مجددا. يشهد ممشى أهل مصر على كورنيش النيل إقبالا كبيرا من الزوار والمواطنين، حيث يعتبر القبلة المفضلة لسكان القاهرة والجيزة وباقي المحافظات. وقد أصبح ممشى أهل مصر أحد أهم المتنزهات والمقاصد الترفيهية بالعاصمة. وسط أجواء من الطبيعة والحداثة التي تملأ المكان، احتفل عدد كبير من الجمهور والمواطنين بأول أيام عيد الفطر المبارك في ممشى أهل مصر على كورنيش النيل بالقاهرة، حيث الاستمتاع بهدوء نهر النيل وجماله الطبيعي مع أشعة الشمس الدافئة. أنا من لبنان جاية، الممشى صراحة يعني بأي طريقة بدك يقول لك عنه، عن التنظيم ولا عن العالم ولا عن الاستقبالية ولا شو بالضبط، كل شيء بعقد، كل شيء حلو. أجواء كانت كتير حلوة، المكان هنا جميل جدا مع نهر النيل والقوارب، والمكان جميل جدا. الممشى رائع جدا، الناس زي ما أنت شايف الكل طالع معيد والأجواء فرحة. الجو كتير حلو، وزي ما احنا شايفين الناس هون معيدين، وأجواء العيد كتير حلوة هون في مصر. وحرص عدد من الزوار والمواطنين على التقاط الصور التذكارية وفي خلفيتهم كورنيش النيل، حيث أصبح المكان أحد أهم المتنزهات والمقاصد الترفيهية التي يستمتع فيها الكبار والصغار. الناس هنا كتير مبسوطة، بتحسهم بسيطين وكل حد مبسوط، كل حد قاعد بضحك، الجو كتير حلو بفتح النفس. الناس حلوة والبلد حلوة جدا والأجواء جدا ممتعة. أنا من السودان، أحب أهني أهلي وعيد الفطر المبارك. كل سنة وأنتم طيبين وكل عام وأنتم بخير. ممشى أهل مصر على كورنيش النيل أحد الأماكن التي تمكنت خلال الفترة الأخيرة من تقديم خدمة مميزة للمصريين والعرب والأجانب، لوجود العديد من المقاهي والمطاعم، إضافة إلى نزهة النيل التي لا تضاهيها نزهة للاستمتاع بمنظر النيل وجماله، بينما يكتفي البعض بالجلوس على الممشى الذي يفتح أبوابه من 9 صباحا حتى 12 ليلا ليعكس جمال القاهرة ونيلها الخلاب. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. تواصل حديقة دار العلوم بحي السيدة زينب استقبال المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك للتمتع بالمساحات الخضراء والمناظر الخلابة. وتقع الحديقة على مساحة تتجاوز 10,000 متر مربع، تحتوي على مساحات خضراء طبيعية وأنواع مختلفة من الأشجار، وبها أماكن مخصصة لترفيه الأطفال. لطالما كانت الحدائق مقصد الزوار ووجهتهم في احتفالهم بالأعياد على اختلافها وكعادتها في كل عيد، استعدت حديقة دار العلوم بحي السيدة زينب لاستقبال المواطنين، وذلك عن طريق إجراء أعمال الصيانة لمرافق الحديقة لإتاحة الفرصة للمواطنين للتمتع بالمساحات الخضراء والمناظر الخلابة خلال عيد الفطر المبارك. هي الحديقة حوالي هي فدانين ونص، 2 فدان ونص، بمساحة بالأمطار حوالي 10,000 متر تقريبا، وتتميز إن هي فيها حوالي تلتينها خضرة ومسطحات خضراء، والتلت الثاني يعتبر للكافيتيريا والأنشطة اللي هي الترفيهية الملاهي، وفيها يوجد بها قاعة أفراح وفيها حمامات للجمهور، وهي يعني على أتم الاستعداد في المواسم وغير المواسم لاستقبال الجماهير كلها، و ويعني كله يجي هنا ويتمتع ان شاء الله بوقت جميل يعني بدون اي مشاكل وبدون اي صعوبات. وتتميز اكتر ان هي جنب حديقه مترو سعد زغلول، جنب محطه مترو سعد زغلول، فالمواصلات بتاعتها قريبه وسهله عن طريق المترو او عن طريق الاتوبيسات، قريبه من شارع القصر العيني، فكل المميزات بتاعتها ممتازه يعني وكويسه. احنا استعدنا بالملاهي ان شاء الله، يعني دعمنا بكذا لعبه
مش خاطر عيد وموسم وكده بإذن الله والناس تيجي تتبسط، ده الهدف منه إن شاء الله. حديقة دار العلوم تقع على مساحة تتجاوز 10,000 متر مربع، وتحتوي على مسطحات خضراء طبيعية وأنواع مختلفة من الأشجار، وبها أماكن مخصصة للجلوس وملاهي للأطفال. صراحة حديقة جميلة جدا، أنا باجي هنا على طول يعني كل سنة، بعد التطوير بقت أجمل بصراحة، سنة طيبين. لاني زمايلي قالوا لي اجل الحديقه ديت جميله ومتطوره، واول ما دخلنا ركبنا القطر واشترينا شويه حاجات، ولسه هنكمل اليوم ان شاء الله فيها باذن الله. يعني جميل جدا بصراحه، وكفايه الزرع والورد يعني حاجه تانية، يعني الورد ملون والجو جميل هنا بصراحه، يعني انا باجي على طول، كفايه جمالها يعني حبيتها جدا حديقه الطفل. أجواء احتفالية تستمر على مدار أيام عيد الفطر المبارك، وسط إجراءات تتخذ للتأكد من جاهزية مختلف الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين من الساعة 7 صباحا وحتى منتصف الليل. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. يواصل المواطنون في مختلف محافظات الجمهورية احتفالهم بعيد الفطر المبارك وسط أجواء من البهجة والسرور، حيث تجمعوا في الميادين والساحات بأعداد كبيرة معربين عن فرحتهم بقدوم العيد. مذاق مختلف للعيد في مصر، وأجواء احتفالية في طول البلاد وعرضها ملأتها البهجة، اجتمع خلالها مئات الآلاف من المصريين للاحتفال بالعيد الذي له طقوس فريدة ومختلفة في مصر، حيث أضاف المصريون ذائقتهم المرحة واحتفاءهم الخاص بالشعائر الدينية على مر العصور، حتى صار للعيد في مصر رونق مختلف عن كل ما عداها من البلاد. في الشمال حيث محافظة الإسكندرية، أدى المواطنون صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الإمام البوصيري بحي الجمرك، وبمشاركة الأهالي والأسر من الشباب والرجال والسيدات والأطفال، وسط أجواء احتفالية مبهية وفرحة بحلول عيد الفطر. وفي الجنوب حيث محافظة أسوان، أدى آلاف المصلين صلاة عيد الفطر المبارك داخل 1217 مسجدا وساحة في مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان في أجواء مبهجة وفرحة المواطنين. وفي جنوب سيناء، أدى الآلاف من أهالي المحافظة صلاة العيد وسط حالة من البهجة والسعادة، وقد امتلأت المساجد والساحات بالمصلين رجالا ونساء، أطفالا وشيوخا من المواطنين والمقيمين، حضروا لأداء صلاة عيد الفطر في كل مدن المحافظة. هذا وقد خصصت مديرية أوقاف جنوب سيناء 7 ساحات و95 مسجدا على مستوى المحافظة لصلاة العيد. أما في محافظة مطروح، فقد حرصت الأسر المصرية على تأدية صلاة العيد بمشاركة جميع أفرادها في أجواء مليئة بالفرح والسعادة. عيد فطر سعيد بدأ طقوسه من فجر يوم العيد، حيث أدى المصريون صلاة الفجر وظلوا يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل حتى تعالت التكبيرات في سماء مصر، فكانت الإذن بالفرح، واصطبغت شعائر العيد وتفاصيله بصبغة كل محافظة، إلا أن جميع المصريين توحدوا كعادتهم في جميع المناسبات، فكان الحرص على مظاهر البهجة بالشوارع والميادين والساحات في مشهد يتكرر في كل عام. وما زالت نشرة السادسة مستمرة وتتابعونا فيها. موسكو ترفض التفاوض بشأن أوكرانيا من دونها، وتتهم كييف برفض إجراء محادثات لحل الأزمة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم إسقاط 3 طائرات مسيرة انطلقت من مناطق سيطرة قوات الحوثي في اليمن فوق خليج عدن والبحر الأحمر. وأشارت القيادة المركزية إلى التعامل أيضا مع 8 طائرات مسيرة وتدميرها في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثي باليمن. وأضافت أنه لم يعلن عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو سفن التحالف أو السفن التجارية. أفاد موقع إكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين باعتزام قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا زيارة إسرائيل لتنسيق الإجراءات في حال وقوع هجوم إيراني. وأضاف
إكسيوس أن كوريلا يعتزم الاجتماع مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت وكبار المسؤولين في الجيش، مشيرا إلى استعداد إسرائيل لهجوم إيراني مباشر محتمل باستخدام أنواع مختلفة من الصواريخ. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكريملين ديمتري بيسكوف إن ما يتردد حول مبادرة سويسرا لعقد مؤتمر بشأن ما يسمى صيغة السلام الأوكرانية بلا جدوى. وشدد بيسكوف على أن أي محادثات سلام بشأن أوكرانيا لا تشمل روسيا ليس لها معنى، مشيرا إلى انفتاح موسكو على إجراء محادثات، ومنوها أن كييف هي من امتنعت عن التعاطي بإيجابية مع محادثات السلام. وجاءت تصريحات الكريملين ردا على ما أعلنته الرئيسة السويسرية أمس بشأن عزم بلادها تنظيم مؤتمر حول صيغة السلام الأوكرانية في يونيو المقبل. أقر البرلمان الأوكراني مشروع قانون حول التعبئة العسكرية يثير جدلا لأنه لا يذكر فترة لتسريح الجنود، ما أغضب الكثير من العسكريين وعائلاتهم. وقال النائب أوليكسي كونشارينكو أن القانون أقر بتأييد 283 نائبا، وذلك في وقت تواجه فيه أوكرانيا نقصا في الجنود المتطوعين بعد مرور أكثر من عامين على بدء الحرب مع روسيا. І я повторюю ще раз, треба не тільки батагом діяти, треба давати. أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن القصف الروسي بالقرب من العاصمة كييف أدى إلى تدمير محطة تريبليسكا لإنتاج الكهرباء، مشيرة إلى أن المحطة تعد واحدة من أكبر المحطات الأوكرانية لإنتاج الكهرباء. هذا ووصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الهجوم الروسي بالعمل الإرهابي، مشيرا إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى وسائل دفاع جوي وغيره من الدعم الدفاعي وليس نقاشات طويلة بلا جدوى. وتعد محطة تريبليسكا للطاقة الحرارية هي ثالث وآخر منشأة تملكها شركة سنتر نيرجو للطاقة المملوكة للدولة، والتي تعمل بالفحم بالقرب من العاصمة كييف. أعلنت بولندا تسيير دوريات جوية مشتركة مع حلف شمال الأطلنطي فوق البلاد على خلفية تكثيف الطيران الروسي ضرباته بعيدة المدى لمواقع في أوكرانيا المجاورة. وأوضحت القوات الجوية البولندية أن السلطات اتخذت كل الإجراءات الضرورية لضمان أمن أجواء البلاد. أعلنت اليابان والولايات المتحدة الاتفاق على تعزيز تحالفهما الأمني وشراكتهما الاستراتيجية. وخلال قمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أكد الزعيمان اعتزام واشنطن وطوكيو التعاون لتعزيز العلاقات العسكرية وتعزيز سلاسل التوريد للمنتجات الحيوية مثل أشباه الموصلات لمواجهة النفوذ الإقليمي للصين. قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة المحيطة ببلاده تعني أن الوقت قد حان للاستعداد للحرب أكثر من أي وقت مضى. يأتي ذلك في ظل اتهام بيونغ يانغ لكل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية بإثارة التوترات العسكرية من خلال إجراء مناورات حربية في شبه الجزيرة الكورية. حلقة جديدة من التوتر المتفاقم في شبه الجزيرة الكورية بين كوريا الجنوبية واليابان ومن خلفهما الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية التي تتخذ من إطلاق الصواريخ الباليستية وتجربة الأسلحة الجديدة نهجا في التعامل مع دول الجوار. وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية نقلت عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله إن الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة المحيطة ببلاده تعني أن الوقت قد حان للاستعداد للحرب أكثر من أي وقت مضى.
وخلال تفقده لجامعة كيم جون أون للعلوم العسكرية والسياسية، أضاف كيم أنه إذا اختار من وصفهم بأعداء بلاده المواجهة العسكرية فإن بيونغ يانغ ستوجه ضربة قاضية لهم دون تردد من خلال حشد كل الوسائل المتاحة لها. كوريا الشمالية تتهم كلا من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بإثارة التوترات العسكرية من خلال إجراء مناورات حربية لتنفذ الدولتان الحليفتان تدريبات عسكرية مكثفة وبحجم أكبر لردع أي تهديدات. توجه سول وواشنطن ساهم في تحفيز كوريا الشمالية على اختبار إطلاق صاروخ باليستي جديد متوسط المدى تفوق سرعته سرعة الصوت باستخدام الوقود الصلب، مما قد يعزز قدرة بيونغ يانغ على نشر الصواريخ بشكل أكثر فاعلية من الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل. كوريا الشمالية لم تكتفي بذلك، بل واصلت السعي نحو تعزيز علاقاتها العسكرية والسياسية مع روسيا بالتزامن مع اتهام الغرب بيونغ يانغ بمساعدة موسكو في حربها مع أوكرانيا مقابل المساعدة في مشاريع عسكرية استراتيجية. قدم رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو بالإضافة إلى 3 من كبار مساعدي الرئيس استقالتهم لتحمل مسؤولية الهزيمة في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأربعاء الماضي بعد الهزيمة الساحقة لحزب سلطة الشعب الحاكم. وذكرت وكالة الأنباء كوريا الجنوبية يونهاب أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوكيول تعهد بإصلاح شؤون الدولة لتعكس إرادة الشعب، وفاز الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي ب 161 مقعدا من أصل 265 مقعدا تم التنافس عليها بشكل مباشر، في حين حصل حزب سلطة الشعب الحاكم على 90 مقعدا فقط. ويعد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول أول رئيس منذ تحول كوريا الجنوبية إلى الديمقراطية في عام 1987 يعمل مع برلمان تسيطر عليه المعارضة طوال سنوات ولايته الخمس. اجتاحت ولاية تكساس الأمريكية عواصف رعدية شديدة تسببت في حدوث فيضانات وتدمير مبان وإغلاق العديد من الطرق. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية تحذيرا لسكان ولاية تكساس من عواصف رعدية شديدة ورياح مدمرة، فيما أغلقت الشرطة المحلية طرق عدة في مدينة بيلتون بسبب الفيضانات. وأدت العواصف الرعدية في مدينة هيوستن إلى انهيار جزئي من أسقف المباني وتدمير السيارات في مركز تجاري بحسب مسؤولين محليين، كما أنقذت فرق الطوارئ السكان من منازلهم والسيارات التي غامرتها المياه. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة وعواصف وأعاصير مدمرة عبر ساحل خليج المكسيك وعمق الجنوب الأمريكي ضمن ولايات لويزيانا وميسيسيبي وألاباما وفلوريدا. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شرق جزيرة تايوان إلى 16 حالة وفاة فضلا عن إصابة أكثر من 1100 شخص. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه جاري البحث عن 3 أشخاص في عدد المفقودين، مشيرة إلى أن ما يزيد على 500 هزة ارتدادية سجلت حتى الآن. ويعد الزلزال الذي بلغت شدته 7.2 درجة على مقياس ريختر هو الأقوى الذي يضرب تايوان منذ 25 عاما. والآن مشاهدينا موعدنا مع الوقفة الاقتصادية للسادسة وفاطمة خليل. أهلا شكرا بكم. سحر ناجي وشكرا سارة نجيب، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة.
كشف صندوق النقد الدولي عن تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% فقط بحلول عام 2030، أي أقل بنقطة مئوية كاملة من المتوسط التاريخي. وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة إجراء إصلاحات كبيرة لتعزيز الإنتاجية والاستفادة من أدوات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي لتجنب هذا التراجع. جاء ذلك ضمن فصل من تقرير الصندوق لآفاق الاقتصاد العالمي المقبل، إذ أظهر المزيد من الانخفاض في معدل النمو العالمي الذي مر بتباطؤ مطارد منذ الأزمة المالية العالمية عامي 2008-2009. توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك طلبا قويا على الوقود في أشهر الصيف، وتمسكت بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط في العام الحالي، لكنها أكدت أن هناك فرصة لأن يكون أداء الاقتصاد العالمي أفضل من التوقعات لهذا العام. أضافت أوبك في تقرير شهري أن الطلب العالمي على النفط سيزيد بمقدار 2,250,000 برميل يوميا في 2024، وبمقدار 1,850,000 برميل يوميا في عام 2025، ولم تتغير التوقعات عن الشهر الماضي. هذا ومن المقرر أن تعقد أوبك بلس اجتماعا في يونيو المقبل لتتخذ قرارا بشأن تمديد خفض الإنتاج أو ضخ المزيد في السوق. في أسواق البترول العالمية، هبطت أسعار النفط خلال التعاملات بعد أن أدى استمرار التضخم إلى تراجع تفاؤل تجاه خفض الفائدة، لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في 6 أشهر في ظل تأهب المتعاملين لهجوم محتمل من إيران على المصالح الإسرائيلية. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2% لتصل إلى $90.28 للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3% ليصل إلى $85.91 للبرميل، فيما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.5% لتصل إلى $2.75 للتر، كما هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.1% لتسجل نحو $2.11 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى ارتفاع قياسي، لكنه أرسل إشارة أكثر وضوحاً بأنه ربما يستعد لخفضها مع استمرار تراجع التضخم في منطقة اليورو. هذا وأبقى البنك المركزي للدول العشرين التي تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة سعر الفائدة على الودائع عند 4%، كما هو الحال منذ سبتمبر الماضي في إطار جهد مستمر منذ عام ونصف العام لكبح الأسعار. ولكن مع اقتراب التضخم الآن مما يستهدفه البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2% وتعطل الإقراض المصرفي ومع نمو بالكاد يذكر للاقتصاد، صدر عن المركزي الأوروبي تلميحات جديدة حول احتمال خفض الفائدة في اجتماعه المقبل. أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن عجز الميزانية الأمريكية تجاوز $1 تريليون في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية بدفع جزئي من ارتفاع الفوائد على الدين العام. أشارت الوزارة إلى أن الفجوة البالغة نحو $1.1 تريليون أقل بنسبة 3% عن الفترة نفسها من العام الماضي. أكدت وزارة الخزانة الأمريكية ارتفاع الإيرادات بنسبة 7% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو $1.2 تريليون، وارتفاع النفقات بنسبة 3% لتبقى أعلى من $3 تريليون. كما أشارت وزارة الخزانة خصوصا إلى زيادة بنسبة 32% في إجمالي عائدات ضرائب الشركات وزيادات في موارد الضرائب الشخصية أيضا. أكدت وزارة العمل الأمريكية تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، مشيرة إلى أن سوق العمل لا يزال قويا إلى حد ما، لكن الأمر قد يستغرق وقتا أطول بالنسبة لبعض العمال المسرحين للحصول على وظائف جديدة. وأوضحت وزارة العمل الأمريكية أن عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة تراجع بواقع 11,000 طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية، وبلغ نحو 211,000 خلال الأسبوع المنتهي في 6 أبريل الحالي.
أجرى البنك المركزي الصيني عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بقيمة ملياري يوان حوالي 281 مليون و 820 ألف دولار أمريكي، وبسعر فائدة يصل إلى 1.8%. وقال البنك المركزي الصيني إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي. وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لسحر وسارة لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة خليل. تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة إطلاق القوافل العلاجية بقرى محافظة أسوان. تضمنت القافلة تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان. في إطار التوجيهات الرئاسية لتحسين حياة المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة إطلاق القوافل العلاجية بقرى محافظة أسوان. بنشتغل في القوافل العلاجية بمديرية شؤون الصحية وأسوان، تابع مبادرة سيادة الرئيس حياة كريمة. النهاردة القافلة الطبية في قرية الجزيرة بنستقبل حالات الجراحة وبنشخصها، وأي حالة محتاجة أي وصفات علاجية بنكتبها لها. بتصرف الأدوية مجانا من صيدلية تابعة للقافلة الطبية. القافلة استمرت أعمالها على مدار يومين بمشاركة 8 تخصصات لتقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة مع صرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات. القافلة بتقدم خدمات علاجية كلها مجانية من أول كشف لغاية صرف العلاج. وأنا بالنسبة لي بدوري بقوم بتحاليل، عندنا معملين، معمل طفيليات جوا في الجمعية ومعمل الدم هنا في العربية. معمل الطفيليات بيكشف عن تحليل اليورين والاستول بالكامل والبلهارسيا لو في بلهارسيا، ومعمل الدم هنا بيكشف عن نسبة الهيموجلوبين الأنيميا أو السكر التراكمي أو الدهون والكوليسترول. القوافل الطبية شهدت إقبالا كبيرا من الأهالي، وتم إجراء الكشف الطبي على عدد كبير من أبناء قرى محافظة أسوان على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات. هنا أهالي القرية كلهم كشفوا النهاردة وكشفوا مبارح 7 و 8 24 24. كان في عدد كبير من المواطنين، في خدمة ممتازة. بنشكر الدكاترة وطاقم التمريض على أدائهم المستمر ودعمه المستمر لأداء ممتاز لكشف على أهل المنطقة. إلى ذلك، تتواصل أعمال القوافل الطبية في مختلف محافظات الجمهورية تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية. وبهذا الخبر وصلنا إلى نهاية نشرة السادسة، وتبقى التذكير بالعناوين. العلاقات الثنائية والعدوان على غزة، أبرز محاور المباحثات الهاتفية بين الرئيس السيسي والمستشار النمساوي وسط تحذيرات من مخاطر توسيع نطاق الصراع بالمنطقة. قوات الاحتلال تعلن بدء عملية عسكرية في مخيم النصيرات بوسط غزة، ومنظمة أممية تؤكد تعرض مركبتها للإصابة أثناء دخولها شمال القطاع. بمناسبة عيد الفطر المبارك، الإفراج عن أكثر من 3000 نزيل بمراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذا للقرار الجمهوري. ختام نشرة السادسة قدمناها لكم من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.